كل عام وانتم بخير اعياد الربيع شم النسيم وعيد القيامه المجيد وعيد العمال حزمه من الاعياد والمناسبات التي تستدعي منا ان نهنئ بعضنا بعضا كل واحد فينا يهنئ الاخر بمناسبه عيد العمال ان شاء الله يعني خلال ساعات في احتفالية كبيرة بعيد العمال بيحضرها سيد الرئيس النهاردة عيد شم النسيم وعيد شم النسيم اللي هو عيد الربيع وما أجمل الربيع وما أحلى الربيع وما أروع أن نشعر بوجود الربيع فالعين ترى ما في الروح وترى ما في القلب ربما كان الربيع له شعراء تغنوا به وله قصص تغنت به وكثير من الأعمال الفنية تبعناها وسعدنا بها كثيرا بتتحدث عن الربيع وحلاوة الربيع وجو الربيع فكل عام وكل مصر وكل العالم وكل الإنسانية بخير بمناسبة هذه الأعياد أو هذه اللحظة أو هذه الفترة التي نرى فيها الزهور تتفتح نرى فيها هذه الاوراق التي تساقطت مع الخريف تبدا من جديد في الازهار وتبدا الحياه تنتعش من جديد بيبعث في الحياه حيويه مع هذا التوقيت وفي نفس الوقت اعياد القيامه المجيده الاخوه المسيحيين بيحتفلوا وبعد ايام قليله سوف نبدا في استقبال شهر رمضان الفضيل اذا هذه الفتره هذه اللحظه بتمثل تضافر لمجموعه من الاعياد بشكل يعكس مصرية الحدث وإنه كل المصريين إن شاء الله كل واحد بيقابل تاني بيقوله دايما كل سنة وأنت طيب سواء عامل سواء صاحب عمل سواء واحد بيقول كل سنة طيب بالربيع ولا شام النسيم ولا مسيحي ولا مسلم فكل سنة ومصر دايما